السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كما كنشوفوا هاد القفص اللي قدامنا، عندنا أنثى الحسون تحضن البيض في العش، وهذا ذكر الحسون كما كتلاحظوا، كما كنقولوا هادئين مهدئين، ما كاين حتى مشكل. هي كتاكل وكترجع للعش ديالها، وهذا الذكر اللي كتشوفوا فيه بعض المرات كيساعدها مزيان. اما بالنسبه لهذا العش الثاني، هناك عندنا انت الحسون جهزت العش مزيان، عطيناها ديك الخيوط، عطيناها القطن، كل شيء مزيان، الماكلات، الاستحمام، انواع البودور، عندنا الشيا، عندنا النيجر، عندنا حتى ديك بيريلا الى اخره، ومجموعه من مثلا التفاح، الخيار، البيض الى اخره. لكن المشكل كان في الدكار، كان عنيف شويه وشرس، كيشوش عليها ملي كتجلس فوق البيض، كيجي يشوش عليها وكينقرها، كينقبها، كيتري عليها، تسبب في سقوط بيضه من العش، سقطت البيضه من العش، تكسرت. الان حيدته، درته في قفص لوحده، هو هذا اللي غتشوفوه، مؤقت، قفص مؤقت. اذا هذا هو الدكار اللي يشوش على الانثى، هنا درته في القفص لوحده، ووفرت ليه الماء، وفرت ليه البودور، لانه كيحتاج لهذا الشيء ضروري من العنايه. هنايا غير مؤقت. وملي سبحان الله، ملي بعدته على الانثى الحسون، ولا كيصدر الاصوات جميله جدا، يعني قد ما بعد على الانثى كيصدر ديك الاصوات الجميله. اذا هذا هو ذكر الحسون، هنا مؤقت، وغادي نوفر لهم واحد القفص كبير جدا، متر ونصف على متر ونصف. وان شاء الله يكون الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.